الإنسانية والأمن. الإنسانية والأمن هو شعار يعني يحمل المزيد من العبقرية في اسم هذه العملية التي يعني تحمل الإنسانية لكل أهل سوريا، تحمل الإنسانية لكل العالم، وتحمل الأمن أيضا لكل السوريين ولكل شعوب العالم أجمع. ما يقوم به المقاتلين الأبرار الذين يكافحون هذا التنظيم الشرس، التنظيم الذي يريد أن ينال من أمن واستقرار العالم، هو بالفعل إنسانية وأمن العالم أجمع. رأيي في هذه يعني لا أستطيع أن أقول رأيي كامل تجاه هؤلاء الأبطال الذين يكافحون من أجل البشرية، ولكن أقول لهم سيروا على بركة الله، لكم كل الدعم من كل شعوب الإنسانية، لكم كل الدعم من كل إنسان حر على وجه هذه البسيطة في مواجهة هذا التنظيم الشرس. أنتم بجهودكم الرائعة ترفعون هذه الألغام من أيدي هؤلاء الإرهابيين، والتي كانت في الأساس محددة لكي توجه الآمنين والأبرياء في كافة دول العالم. ما يحدث سيدي الفاضل، رأينا بالأمس وأول أمس وفي الأسبوع المنصرم العمليات التي قام بها هذا التنظيم الإرهابي في الرقة ودير الزور، محاولات لاستهداف الآمنين، محاولات لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية، محاولات لاستهداف قوات الجيش السوري، محاولات لاستهداف كل صور الحياة. فهذه الحملة التي تحمل الإنسانية للعالم وتحمل الأمن للعالم هي حملة مباركة من أجل القضاء طيب. على هذا التنظيم الإرهابي. أستاذ صبرا، يعني هذه الحملة مستمرة في مخيم الهول نتحدث اليوم، هناك كان طبعا تقود قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الأسايش، هناك اليوم غارة تركية استهدفت قوى حاجز قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلي، ما سر التوقيت هذا الاستهداف وكيف يؤثر على عملية الإنسانية والأمن من قبل الاحتلال التركي؟ سيدي الفاضل، هذه العملية المباركة هي استكمالا للعمليات التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية ضد هذا التنظيم على يعني مرور الأعوام المنصرمة، وكلما استمرت هذه الحملات كلما استمرت النجاحات في كبح جماح هذا التنظيم. ولكن على ما يبدو أن هناك من يدعي أنه يواجه الإرهاب، ولكن في حقيقة الأمر إذا نظرنا إلى إحصائيات 2023 العمليات التي قامت بها المجموعة المتحدة ضد تنظيم داعش، نجد أن قوات سوريا الديمقراطية كانت هي الأعلى في المواجهة رقميا في هذه الإحصائيات، ثم يأتي بعد منها التحالف، ثم يأتي بعد منها الجيش السوري، ثم يأتي بعد منها الفصائل التابعة لإيران، وفي النهاية كانت هناك عمليتان فقط للدولة التركية ضد تنظيم داعش خلال عام كامل، يقابلهم آلاف العمليات من قوات سوريا الديمقراطية ومن القوات الأخرى التي تتحالف ضد هذا التنظيم الشرس. وهذا يدل على أن تركيا في حقيقة الأمر لا تواجه التنظيم، وإنما هي تواجه من يواجهون التنظيم. كل هذه العمليات التي تقوم بها القوات التركية بالمسيرات ما هي إلا عرقلة لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهتها لداعش، هي تعطي قبلة الحياة لهذا التنظيم بمهاجمتها لقوات سوريا الديمقراطية. كل العمليات غير المبررة التي يقوم بها الاحتلال التركي، وأؤكد أن كل دخول لقوات تركيا أو لطائرات تركيا أو لمسيرات تركيا هي اعتداء على السيادة السورية بالكامل، اعتداء على الشعب السوري بالكامل، ليس لها ما يبررها إلا أن هناك مبرر واحد لدى الاستخبارات التركية، وهي إضعاف قوات سوريا الديمقراطية الوحيدة التي تناضل على الأرض ضد هذا التنظيم لكي تعطي قبلة الحياة لهذا التنظيم، ليعم يعني حالة عدم الاستقرار مرة أخرى، ليزداد تمدد القوات التركية داخل الأراضي السورية بحجة مكافحة الإرهاب. وفي حقيقة الأمر كما ذكرنا إحصائيات 23 كلها تقول أن هذا عكس ما يحدث تماما. العمليات التي قامت بها القوات التركية الغاصبة في داخل الأراضي السورية كانت لصالح التنظيم، قامت بأكثر من 1600 عملية ضد قوات سوريا الديمقراطية وضد السوريين، في حين أنها لم تستهدف تنظيم داعش إلا بعمليتين اثنين فقط، وذلك من باب زر الرماد.
وليس من باب مكافحة الإرهاب. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة صبرا القاسم حقوقي وخبير في شؤون الحركات الجهادية.